أحد المؤمنين كان يعيش في النجف، وكان وضع من الناحية الاقتصادية جدا سيء، وكما قلنا فيما مضى إن الفقر عنوان في داخله يحتوي على كل المشاكل وأغلب المشاكل أو كثير من المشاكل. كلما يحاول ما يتمكن، يأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا هو الملاذ الأخير، وفي الواقع لدى المؤمنين هذا هو الملاذ الأول. إحنا بعد ما تنقطع عنا كل الأسباب الظاهرية نروح إلى الله وإلى أولياء الله، هذا خطأ في الواقع. الملاذ الأول هو الله وأولياء الله، أول شيء واحد يجب أن يذهب إلى بابهم. المهم يذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويتوسل بالإمام أن يكون شفيعا عند الله لإخراجه من هاي المعاناة ومن هذا الفقر، لكن توسل صادق من القلب. في ذيك الليلة يشوف الإمام صلوات الله عليه في المنام، الإمام يقول له إذا تريد تخلص من هذا الوضع فاذهب إلى الهند، تروح إلى فلان. الهند في ذلك اليوم كانت مركز التجارة العالمية، أو مركز مهم من مراكز التجارة العالمية، فتروح تطرق بابه، عندما تشوفه تقرأ هذه القطعة شطر من بيت، عندما تشوفه تسلم عليه وتقول له بأسمر ودو كار آفتاب كنت، يعني تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس. شنو عمل الشمس؟ عمل الشمس أنه إذا الشمس ما كانت كل إحنا ما كنا، طبعا بإذن الله لا يمكن أن تقوم حياة بدون الشمس، تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس. شعر مو معلوم شنو معناته، مو مفهوم. هو يقوم من المنام ويأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومرة ثانية يكرر طلبه، وين أروح إلى الهند في الأزمان القديمة تلك الوسائل الصعبة. في الليلة الثانية أيضا يشوف الإمام في المنام صلوات الله عليه ويكرر عليه نفس الكلام، يقول إذا تبقى هنا وضعك هو هذا، هو إذا تريد الخلاص الحل أن تذهب إلى الهند وتعمل ما قلته لك. هذا يقوم من المنام ويهيئ الأسباب ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى الهند، يروح إلى ذلك المكان اللي عينه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، يطرق ذلك الباب، يفتح له الباب، يشوف ذلك الرجل فيقول هذه الكلمة بأسمر ودو كار آفتاب كنت. بمجرد ما ذلك الرجل التاجر الكبير يسمع هذه الكلمة يأتي إليه ويحتضنه ويدخله في داخل القصر الكبير، ويأمر بأن تخلع عليه الخلع الفاخرة وأن يؤتى له بطعام، ويعظمه ويمجده، ثم يقيم احتفالا يدعو إليه كبار الشخصيات الأفراد، فيسأل هذا الرجل القادم من النجف من واحد شنو هذا الاحتفال، فيقال له إن التاجر يريد أن يزوج بنته. عندما يجتمع الكل التاجر يقول أيها الناس اشهدوا أن نصف ثروتي، كل ما أملك من الثروة، نصف هذه الثروة من نقد وأملاك وعقارات وكذا، كل شيء ما أملك نصفه لهذا الرجل اللي جاي من النجف، نصفه له. وإذا يحب هذا الرجل وإذا يوافق أريد أن أزوجه بنتي، أزوج بنتي. هذا الرجل ما يعلم أن القضية صدق مو صدق، حلم مو حلم. يقول له أنت موافق؟ يقول نعم. فيقول للعلماء يطلب منهم أن يعقدوا بنته لهذا الرجل. في لحظات هذا الرجل الفقير المعدم يتحول إلى تاجر كبير،
ويتزوج بنت ذلك التاجر وهو ما يدري شنو القضية، في حالة ذهول مو مصدق. بعد ما ينفض الجام يجي يقول للتاجر شنو القضية، يقول القضية في الواقع أنا قلت شطرا من شعر في مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأردت أن أقول الشطر الثاني فأرتج علي، يعني ما قدرت، كلما أردت أن أقول الشطر الثاني ما تمكنت، فتخيلت أنني غير منظور لأمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما نظر إلي، وإلا إذا كان قد نظر إلي بنظر اللطف لكنت قد وفقت لإكمال الشعر. وأنا بقيت متحير، رحت إلى الشعراء قلت أنا قلت نصف هذا البيت شطر واحد أكملوه، ما تمكنوا أن يكملوه. أنا هواي تأثرت من هذا الموضوع، الأفراد الذين لهم شعور يفهمون معنى هذا، يفهمون معنى أنه واحد ما يكون منظور لأمير المؤمنين شنو معناته صلوات الله عليه. لذلك في الآية في نعم الجنة ورضوان من الله أكبر، الأهم رضوان الله، هذا أهم من كل نعم الجنة. المهم هذا الخاطر هواي كان يألمني. في يوم من الأيام نذرت إذا جاء شخص وأكمل لي هذا البيت اللي قلت نصفه أعطيه نصف ثروتي وأزوج بنتي، وأنت جئت وأكملت النصف الذي قلته هو هذا النصف بذرة گر نظر لطف بو تراب کند، هذا النصف الذي قلت بذره گر نظر لطف بو تراب کند، يعني اذا ابو تراب يعني امير المؤمنين صلوات الله عليه ينظر نظره واحده نظره لطف الى ذره، يعني هباء، يعني حبة رمل، شنو قيمة هذه الحبة من الرمل؟ ما لها قيمة. روحوا على الشاطئ هنا مئات المليارات من حبات الرمل المرمية قيمة ما لها، ولكن نظرة واحدة من أمير المؤمنين إلى هذه الحبة بذرة قر نظر لطف بو تراب كند، الشطر الثاني بآسمر رودو كار آفتاب كنت، هي هذه الذرة اللي ما إلها قيمة ببركة هذا النظر وهذا اللطف تصعد إلى السماء وتعمل ما تعمله هذه الشمس المشرقة. فقال له هذا الرجل لأعلمك، تعلم هذا الشطر لمن الثاني؟ قال لا، قال هذا الشطر مو لي الشطر الثاني، وإنما هو لأمير المؤمنين. ثم نقل له قضيته أنه رأيت الإمام في المنام والإمام هو قال هذا الشطر الثاني في المنام. حقيقة نظرة واحدة منهم كفيلة بحل كل شيء.